صباح الخير عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم احسن الاحوال. غنبدا بالروتين الصباحي كي كندير في الصباح ملي كنوض. المهم كنجمع بيت نعاس هي الاولى باش نقاد المسائل ديالي، وجمعت المريح. مهم بالنسبه لهذا المخدات هذا انا اللي صوبتهم بواحد القفطان ديال الوالده ديالي الله يخليها ليا. مهم فرشت المراح، شفتوا معايا الفيديو فاش يلاه جيت كريت شنو كان عندي المريح. درت هاد العيبات هنا الصالون، ما بقاش كيتكرفس، كيبقى فيه غير لوسي وتينعس فيه وتيقرا فيه. وبالنسبه للكوزينه غادي نجمع الروينه كامله، وغادي نبدا بالمواعن هما الاولين، ونمسح فوق البوطاجين باش هكذا. المهم بالنسبه لهذا هاد الكريطنات ديال البيض كنديرهم في الماء مزيان، وكنغمسهم هكا كنجمعهم باش هكذا ما يديوش ليا السباس في السطل ديال الزبل حاجهكم. وغادي نغسل المواعنات ديالي كاملين ونمسح فوق. شوفوا معايا هاد الروينه البنات، والله العظيم راه كنديرها واحد الغيله فوق جليج باش نبغي نصور وجي ديكور. فاش يلاه درتها جات زوينه بزاف، ولكن موراها مع الغسيل والحكان صافي كتجي ملونه. خاصني ضروري نحيدها ونشوف كي ندير. اللي عندها شي فكره تفيدني الله يجازيكم بخير. وغادي نجمع، مهم بعد ما جمعت الكوزينه ديالي ومسحتها غادي ندوز ان شاء الله باش نصاوب معكم واحد التحليه ديال الفلون اللي كتجي رائعه وسهله وما فيهاش بزاف ديال المقادير. غادي نحتاجو 3 ديال الوريقات ديال الجيلاتين، وغادي نديرهم في الماء بارد من طبيعه الحال، وغادي نحتاجو واحد 3 الكؤوس ديال الماء والفلون الكبير. المهم انا هنا استعملت الفلون كبير، الا ما كانش متوفر استعملوا غير 3 العلب ديال الفلون. هنا درت السكر ما بقاش عندي سنيده حيت صراحه خاصني مازال نتقضى، ومازال ما تقضيت والو، جبت غير الدجاج كيف ما كتشوفوا راه درته في الخل والملحه ورقدته. غادي نشعل على سميتو ديالي. المهم بالنسبه للديسير اللي كنستعمل، شوفوا اي حاجه متوفره عندكم حتى اللي ما كانت متوفرها ديروا المكسرات، غير هو الديسير كيجي زوين. وبالنسبه للدراري اللي ما كيبغيوش الديسير بزاف، الدراري الصغار ديروا ليهم هاد اللعيبه هادي، والله الا كياكلوا بعينهم غامضين وكيجي رائع وما فيهش زعما بزاف المقادير. هنا درت العنب وواحد البنانه، ودرت شويه ديال الرمان، وكذلك شويه ديال التفاح، كيجي صحي. مهم غتقول الفلون يجي صحي ولا بوي كل واحد والعقليه ديالو. انا هكا كياكل ليا ولدي الديسير، وكي ما تتشبعوش من داك التحليه رائعه بزاف. المهم الحاجه اللي استعملت 3 المكونات، الديسير والفلون والجيلاتين، تيجي عاقد وكيجي ما عرفتش، مهم بحال المرايه رائع. هذه ثاني مره نصاوبو، درتو فاش صاوبتو اول مره صاوبتو انا بالفلون ديال الفريز، ودرت فيه الفريز ومهم والمولين غذائي، ولكن جا رائع. هذا انا غنستعملو بفلون كراميل. صافي هنايا غادي يبقى لي واحد 5 دقائق، راه ما كيفيض ما والو، ما تخافوش ماشي بحال الحليب. تديرو فوق البوطه 5 دقائق مع التحريك، ونجيب المول اللي غادي ندير فيه الفلون ديالي. عندي هذا المول صغير غادي يشيط ليا، غتشوفوا معايا الفيديو راه شاط ليا الفلون. غادي نديرو في الكيسان، درت واحد حب، سمحوا ليا، الحبيبات ديال الشوكولات تاو ما كيجيو مقرمشين، ضروري شويه القرمشه للديسير. المهم هنايا ضفت الجيلاتين ديالي، وغادي نصفي داك الديسير اللي غسلت في الصفاية حيت ما غسلتوش من قبل، غسلته غير في الصفاية وبقى ليا شاط ليا. غادي ندير هاد الحبيبات هادو، راه كيتباعو عند المول الحلويات غير ب5 دراهم ديال الشوكولات. وغادي نجيب واحد جوج كيسان اللي غادي ندير نخوي فيه الباقي من الخليط ديالي. صافي هنا راه ما درتش الديسير في الكيسان، درت فيه غير ديك الحبيبات ديال الشوكولات، والشوكولات المهم حبيبات كبار وحبيبات صغار. صافي المهم واخا اي مره واخا تجمع تتعيا، اي فوا تبغي تقلي غير بيضه وحده راه صافي. المهم بالنسبه لهذا رجعت لكم الميك اب ديالي، الحاجه الجديده اللي شريت هاد العيبه هادي ديال لاصير، صدقوني البنات كتجي خطيره ورائعه. منها تتسرى راسك، منها تتوفري فلوسك، وشحال من حاجه. صافي غنقول لكم بالنسبه لهذا،
بالنسبه لواحد المره درت لا سير انا عندك فرض علقات لي وجهي حيدت لي الجلده فاش هضرت معاها قالت لي اختي وجهك سونسيبل لا هاد الهضره ما تتقالش من الاحسن خصوصا هنا في الحي اللي انا ساكنه فيها ماشي شي حاجه ما فيهاش شي كوفرات اليوم طوب صراحه الله المهم ندوزو للمهم ندوزو للمهم ندوزو دابا المهم الحاجه الحوايج الجديده اللي شريت انا مؤخرا بالنسبه هذه مره كنطلقها كيطلع لي المولار المولار هذه بالنسبه لهذه ديال لاصير مزيانه بنات وحق الله الثمن ديالها كيستحق وكتهناي غير مره واحده جوج كتولي فوق تعرفي ديري لاصير نوريكم لاصير ديال البشره اللي هي حساسه هذه اللي كندير كناخذ هذه بخمسة دراهم كناخذ جوج منها بعشرة دراهم وعشرة دراهم الله معقلت المهم احسن ديك 50 درهم كل مره لاصير هادشي غير الا بغيتي ديري البلاصه وحده اما الا بغيتي ديري كامل ما نهضروش عليه من الاحسن هادي منها كتستري راسك ومنها كتعلمي ومنها كتوفري فلوسك واعره البنات وحق الله الا كتستحق بمعنى الكلمه هادي مهم ما غير صبروا البنات وشريوها وني راسكم وبالنسبه المهم هادي هي الحاجه الجديده ديالي يعني. وبالنسبه ندوزو المهم نقاد الكاميرا هي الاولى باش ما نبانش في المرايه مهم تقطع لي على فيديو مهم هادي فايزة وها الاخرى ديالها كره كلهم بروميان هادي استعملتها واحد المدة نقاد لي وجه واخا ما قطعتهاش المهم بحال الا داكشي بدا كيرجع ليا بالنسبه للعنايه بالبشره استعملت هادي للوجه هادوك اللي تيقولوا لا كترجع لا ماشي كترجع ملي كتقطعيها كيرجع الوجه كما كان ولكن باش يرجع بالدوبل لا ما يكذب عليكم الكذاب كيرجع الوجه كما كان فيه الكلفه ولا النامشه ولا شي حاجه اللي طاشه ولا كيرجع كما كان ولكن ماشي كترجع بالدوبل هذه هو كنت كنديرها كنديرها غير رجليا مره صافي الحاجه اللي كندير حاليا هي تريسبورت هذه كلشي كيهضر عليها في سميتو المصريين بزاف ومهم تهضروا عليها مزيان وكاينه حتى في الفرماسيان نتوما عارفين الحاجه اللي كاينه في الفرماسيان ما تخافوش عليها غير هي ملي كديريها بالليل كلشي مهم خاص التليفون يطفى الضوء اي حاجه تطفى الصباح كتغسليها راه كدير تقشير للوجه من النهار الاول وجهك كيتقشر النهار الاول كتغسلي وجهك كدهني بليكرون سواء كنتي خارجه او لا ليكرون ضروري كل 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 ساعتين خاصك تعاودي ليكرون ديالك هادي نقات لي وجهي كنت درتها في البلاد نقى لي وجهي رجعت فاش جيت عاوتاني لداري مشيت جبتها وكنستعملها وجهي تبارك الله ما شاء الله مهم تنقى لي انا عندي الكلف مؤقت ما عرفتش واش النفسيه ديالي من الولاده ديالي الكلف مهم كيمشي ويجي يمشي ويجي ما عرفتش منش ما عمرنيش اغلبيه كيصحوني بالطبيب ما عمرني شفت الطبيب صراحه الله المهم بالنسبه لهذه هي اللي كنستعمل للوجه اما بالنسبه هادو ما تشوفوهمش راه خديتهم بروموسيون عند واحد صاحبتي كدير الميكاب بخمسة دراهم الواحد شوفوا هذا الماركه هذه راه كلشي كيعرف بلي راه داير 15 درهم وها هو خديته ب 15 درهم قبل ما دير البروموسيون فاش شفت هاد الميزه هادي مشيت جبتهم صراحه واعرين وعجبوني بزاف راه الكره اصلا ما عندي اوريكم الكره عندي ولكن فاش شفت هاد الهمزه هادي جبتهم شنو اخر صافي مهم هذه هذا هو المهم في سميتو في دول جديد ديالي في الميكاب ديالي كلشي هادشي راه ديجا شاركت معكم ماشي مره ماشي جوج ونوريكم حاجه اخرى هي لي فيتامين هادو ما عرفوش كيتباعوا هنا في المغرب ولا لا هادو الفيتامين ديال الوجه واعرين صراحه الله وكيحربوا التجاعيد كيعطي واحد ليكلا للوجه الطوب مثلا نهار ما غاديش ديري شي كرون ديال الليل اولا هادي ديريه وترتاحي اولا دايره لاصير وما بغيتيش ديري شي تقشير اولا ديري هادي بالليل مره في السيمانه مزيان اولا بغيتي غير وجهك يرتاح ديريه
وشنو اخر اللي نقول لكم البنات، ضروري من الوصفات الطبيعيه. الوصفات الطبيعيه لا منفعوا ما يضروا، ما يكذب عليكم كذاب. هاد الحاجه اللي هي المواد الكيماويه مهم، راه قد ما كينفعوك قد ما كيضروا، ولكن باش كتحاربي داك الضرر، باش كتحاربي داك الضرر ديال الوجه ديالك ملي تكماشه ولا، ضروري من الوصفه الطبيعيه. غنقول لكم واحد الماسك اللي كندير ثاني يوميا كنديرو ديال الكمون، راه كلشي كيعرفوا كمون البلدي، يكون مطحون على يديك وتنقيه وطحني وديري فيه معلقه ديال دانون المسوس ومعلقه ديال النيدو، هذا واعر. جربوها البنات شي نهار نشارك معكم فيديو قصير. وبالنسبه للروائح هذه راه كنت كنشارك معكم شحال هذه، اميره العرب كلشي كيعرفها، تكون دارتها هو هذه كاطو من عند خويا الروح ديال الريحه. بالنسبه للروح ديال الريحه انا كي كندير لي كناخذ الزيت ديال جونسون كندير فيه واحد المقدار ديال الروح ديال الريحه، وكندير مسك الطهاره ديال الرمان ومسك الابيض. ملي كدوشي كديريه مورا الدوش كيبقى الريحه ديالك زوينه، من واخا نعيا ما نهضر عليها ما نوصفش، هذه للمتزوجات فقط واعر صراحه الله. ولي سيروم ديال الشعر هو هذا اللي كنت استعملته هو بدلتو، وهذا ما عرفش البنات واش خديتوه ولا لا، هذا اللي ما خدا غير يسير ياخذو بعينه مغمضه بحال فونديتان، غير هي مؤقت مثلا. مهم كديري الجسم كامل، انا ما كنديرش الوجه ما نكذبش عليكم، باينه غير متصويره ولكن كيبيض. انا ندير لكم واحد شويه من الوجه من فيديو، شوفوا خديت منه هاد الرشاشه كديري لعنقك ملي كديري الفونديتان ولا هادي. مهم هادشي اللي خديت الصباغه كنصبغ انا حجباني في الدار، مره كنصبغهم ما تكثرش من الصباغه ديال الحجبان حيت راه كطير الحجبان. شنو اخر خديت من البروموسيون؟ خديت هاد اللعيبات هادو من البروموسيون حتى هي، دايره ليهم هادو هادوين الحلقات ب10 دراهم، هي كتبيعهم بصراحه ب30 درهم، ولكن فاش دايره البرومو خديتهم ب10 دراهم. لا هادو لا هادو، خديت هادو كلهم ب10 دراهم الوحده، واحد البرومو اللي هي واعر بزاف. بالنسبه للي بغات شي حاجه نخلي ليها الرقم ديال البنت اللي كدير هذا الشيء في الوات في صندوق الوصف. المهم هذا ما كان البنات، نجرب لكم هذا نجرب لكم هذا، شوفوا زعما التغطيه ديالو. المهم راه ما تتبقاش بيضة بيضة بيضة، ولكن المهم زوينه المتزوجات فاش يدوشوا ويديروا لاصير ديالهم يدهنوا بهم. شوفوا يدي البنات، شوفوا هذا وشوفوا هذا. المهم كيف ما قلت لكم راه ما دايرش الفلتر، وهذا ديال الرجلين حتى هو كيخلي واحد الكره في رجليك من بعد ما كترطبيهم كديري ليه كديري هادي، راه ما تيبقاش لاصق بحال واحد كان عندي. كنديرو غير الرجلية حيت راه طبيعة الحال غير ديال الرجلية، ماشي شي حاجة زعما نقولو الوجاهة ولا لا. هدا عطالي رجل ختي كادو، المهم داكشي كامل لي كتشوفو راه ماشي شوية أنا شريتو شوية، المهم كيجيني كادو. المهم هدا مكان البنات، نتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال إعجابكم وتكونوا استفدتو شي حاجة ولو شي حاجة قليلة. وهذا مكان تهلا ليا بلاصتكم، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك فيها، راه تنتعطل ماشي زعما تنقول لكم راه كنحط فيديو كل نهار باش نجيكم ثقيله على القلب ولا لا. نتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على القلب ونكون كنفيدكم شي حاجه قليله. الى فيديو قادم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسيت علاش اصلا انا دايره هذا الفيديو. بالنسبه للبنات اللي تيقولوا لي فين كتركبي الرمش، صراحه الله انا كنركبهم براسي، كندير حبه حبه. الا بيت مثلا شي مناسبه هكا ولا فشي سواري ولا، المهم راكم عارفين كنركب هادو
صراحة هادو ما كيعجبنيش بزاف حيت مشارجين، ولكن هادو تنركبهم انا حبه حبه كل مره كنركبهم. وبالنسبه لا كولا اللي كنجرب اللي كندير، المهم كنت جربت هذه ما كتلصقش بزاف، ما كدومش، ما عرفتش حيت الحال سخون ولا. هذه اللي هي الطب البنات، بالنسبه للبنات اللي كيخلطوها مع اللي كيركبوها عند شي وحده ما كتعرفهاش، راه كيخلطوها مع كولا سبيسيال. واخا تشوفوا كولا ما كنخلطهاش انايا، ما نكذبش عليكم، وها اصلا هذه اللي ما كتخلطش، هذه ملي تديريها مع الكولا ديال سبيسيال كتعقد. ولكن الاخرى كاين وحده اخرى اللي كيستعملوها العزاوه بزاف، كيخلطوها مع الكولا سبيسيال. كولا البنات خطيره على الرموش وكد كطيح الرموش. المهم هذا ما كان في هذا الفيديو ديال اليوم، ان شاء الله نكون فدتكم. الى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تبخلوش عليا بلي لايك والاشتراك في القناه ان شاء الله، باش هكذا تشجعوني باش نعطيكم كل جديد. واخا مهم واخا ماشي غير البنات المبتدئات، لا بالنسبه للطياب لا بالنسبه لهذا الميكاب هادو، اما الناس المحترفين ما كنهضروش عليهم، منهم كنتعلموا. وبالنسبه للمبتدئات بحالي شي تعلم من شي. هذا ما كان ان شاء الله، نتمنى نكون خفيفه على قلبكم. الى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله.